السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة خلطبيطة. النهاردة يا جماعة هنعمل لكم الجبنة الشيدر. معانا كيلو لبن، ومعانا كوبايتين نشا، ونص كوباية جبنة موتزاريلا، وكوباية زبدة، ومعلقة ملح. يلا يا جماعة نحط النشا. كده حطينا كوبايتين النشا يا جماعة، نقلبهم خالص لغاية ما يدوبوا مع اللبن عشان ما يقطعوش. دلوقتي تقلب يعني كده لغاية ما يدوب خالص. نقلبه جامد النشا مع اللبن يا جماعة، اللبن على البارد يا جماعة، لسه محطناهوش على النار. قبل ما نحطهم على النار بنعمله كده، نقعد نقلبه لغاية ما يدوب خالص معاه. نقلبه لغاية ما تحسيش بقى كله ببلاده. هنحط الزبدة برضو حطينا الزبدة القطعة، كوباية زبدة قطعة يا جماعة، طبعا على النار على السيح كل ده. معانا نص كوباية جبنة الموزاريلا عشان تمط معايا الجبنة. نقلبهم يا جماعة، حطينا نص كوباية الموزاريلا، وهنحط الملح اهوت. نحطه على النار بقى، حطيناه على النار يا جماعة، نقعد برضه نقلبه فيها كده. نقلبه فيها عشان برضه النشا ما يتلكعش. طريقة سهلة خالص هتعجبكم جدا. نقلبه كده عشان النشا يعني ما يتلكعش خالص. أسهل طريقة لعمل الجبنة الشيدر يعني يا جماعة، زي بتاعت المحلات وأحسن كمان. هتعجبك خالص. نقعد نقلبوها كتير كده يا جماعة، والنار ما تبقاش عالية جامد. احنا حطينا كوباية زبدة، لو انتوا عايزين تحطوا نص زبدة ونص زيت عادي برضه ينفع، يعني اختياري ده برضه. لو عايزين تحطوها يا جماعة زيتون عادي برضو، في الخطوة دي ممكن تحطوا زيتون بعد ما تطلع. أنا عاملها سادة كده. أدي القوام بتاعها يا جماعة أهي، تابعونا بقى نحطها في البايركس. هاي يا جماعة فضوها كده اهي، بصوا القوام عامل ازاي. كده يا جماعة اهي، بعد ما حطيناها في القالب هنسووها كده في الكيس ده، نضغطوا عليه كده نساوي كل المجال. سواها كده خالص يا جماعة كلها، سويناها بالشكل ده كده يا جماعة. هنسيبها تبرد ونحطوها في التلاجة 3 ساعات. طلعناها يا جماعة اهي من التلاجة، قعدت ساعتين بالظبط، وقلبناها وقطعوها. حاجة روعة يا جماعة.
هيا جميلة خالص، قطع منها يا جماعة. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة ليصلك كل جديد.